السلام عليكم إخواني، أهلا بكم اليوم في فيديو عملي ويعني مهم جدا يتعلق ب How to improve your writing skill، يعني كيف تطور مهاراتك الكتابية، كيفاش نحسن يعني الكرافت نتاع الرايتين باللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية أخرى كذلك. هنايا تطوير مهارة كتابية، كل إنسان عنده مستوى معين. الإنسان فقط لما يعرف مستواه ثم يتبع مراحل أو خطوات تدريجية باش يطور نفسه. الإنسان ما يتوقعش أنه مثلا في شهر أو في قضية شهرين أو 3 أشهر ما كانش له زمني معين. قضية اتباع يعني برنامج، والبرنامج هذا في خطوات، خطوات هذه تأتي تدريجيا. برنامج خطوات تدريجيا، فهمنا؟ أنا أركز على يعني 4 main stages، يعني على 4 مراحل رئيسية باش تطور مهارة كتابة عندك، يعني مهارة كتابية عندك بشكل عملي مش نظري. احنا نعرفوا انه يعني الميجر سورس والمين سورس يعني اوف رايتين وايديز وفوكابولري وستراكشرز هو الريدين، يعني اهم سورس للكتابة هو القراءة. لذلك نبداو بالروت نتاعها وهي نسموها مرحلة القراءة التذكرية. القراءة التذكرية يعني واش معناتها؟ معناتها الطالب هنايا يأخذ، خاصة يكونوا شورت تكست ولا باساجز ولا باراجرافس، الأفضل يكونوا شورت قصار شوية، يقرأهم قراءة تذكرية memorizing reading. واش معناتها؟ يعني تكست فقرة على موضوع معين يقرأها 3 مرات، ماهيش مرة واحدة، 4 مرات، 5 مرات. كي يقرأ لك النص يركز يشوف يعني كيفاش في الكلمات اللي فيه والروابط اللي فيه وكذا، وياخذ تيك نوتس، حوايج اللي يعني اللي لاحظها يعني مهمه مثيره في ذاك التكست. المهم يقرا 3 مرات وبصوت يعني لاودلي، صوت عالي، فهمنا؟ هذه فقط قراءه برك، يقرا برك، جيب تكست يقرا قدها المره. ها اذا عنده اوديو نتاعو كذا يسمع بالاوديو باش يحسن البرونسيشن نتاعو، اتس باتا اند باتا. ها فهمنا؟ هنا لما يقرا مره 2 3 4 يترسخ في ذهنه يعني تراكيب وكلمات، او لا شعوريا مش فايق بالنسبه للطالب المره الاولى، ما يفيقش تبان له راه كلمه ما دور، ولكن لا باس معليش اقرا عاود اقرا برك. النص الاول 3 مرات، النص الثاني 5 مرات، النص الثالث 6 مرات، ما كثرش شويه برك. المرحله الثانيه ما هي؟ التكست نحاول نلخصه، مثلا عندي تكست باستش مثلا فيها قاعدة صفحة، رجع هنا فقرة، ركز على أهم المين ايديز اللي فيه، وركز على أهم الروابط اللي فيه، ونحاول نصيغ يعني ملخص خاص بي أنا. قد يكون الفيرست درافت يعني المحاولة الأولى تكون مش مليحة ولا تعبان، لكن معليش مهم أنا كي نقرا قدها المرة ونلخص التلخيص الأول ثم التلخيص الثاني مرة ثانية، نبدأ هنا نهز interested in because of نلقى noun بعد verb، subject بعد verb، نلقى الverb بعد الأدب، نبدأ نفهم التركيب كيف كان في اللغة، فهمنا؟ المرحلة الثالثة وهي نعتبرها من أهم يعني المراحل كذلك العملية، سموها imitation stage، مرحلة التقليد. وش معناتها تقليد؟ هنا نبدأ نأخذ فقرات مكتوب باللغة الإنجليزية، اللغة الأجنبية، يعني نماذج، نقراه مليح كذلك، ندرسه مليح، شفت يعني التوبيك اللي فيه من بين ايديز الميجر ايديا والسب ايديز هذوك، فهمت ولا لا؟ ونركز على ماذا؟ نركز على الكامن ووردز، الكلمات يعني الكامن ووردز المتكرره، نركز على الكلمات الشاذه. كان طلب يحكوا على الكلمات الشاذه باش يبين بلي راهو قوي في اللغه وراهو ما شاء الله وراهو يعني فلوانت وإلوكوانت. ركز على الكلمات اللي تعاود ياسر، الكامن ووردز English language in use، راهي مستعملة بزاف في الفقرة هذيك، وراح كيما تشوف قدام فقرة كذلك. ركز لك على الروابط link words، ثم نحاول نصيغ فقرة مشابهة لها. أنا مش هنلخص هنايا، راح نصيغ فقرة مشابهة لها، الفقرة هذيك مثلا مش عارف أنا benefits of sport، ندير هنا benefits of travel، فوائد السفر، ندير فوائد الرياضة مثلا، هاي تشبه لها نوعا ما، فهمنا؟ المهم كي نقرا الفقره ونحاول نقلدها، ركز على الكامن وورد الفقره هذيك، وركز على لينك ووردز، ونحاول نضيفهم في الفقره نتاعنا.
غيرها قلت فيها وما نهزش كلمات كل نهز فقط الريبيتد ووردز الفريكوانت ووردز متكرر بزاف. لكن هنايا لما تحب تخير فقره احرص على انك يعني مثلا قول الفقره الاولى تقلد مثلا تقلدها وتخصها وتقلدها، والثانيه حاول تنوع مواضيعك مره على مش عارف انا على فيسبوك، مره على الانترنت روبكس، مره على دراجز، مره على مش سوشيال ميديا، مره على يعني اولا يكون مواضيع متنوعه، ثانيا يكون مواضيع واقعيه. ما تقعدش في الفرنسيب برك وفي اللاف وفي في البارنس، مواضيع واقعيه راك عايشها. احنا الهدف تاعنا في الكتابه وشي اكسبريس يور ايديز يور رياليتي، تعبر نفسك عن واقعك ها، عن يور ويشز يور هوبس امالك، مش فقط تحكي على حاجه عجبتك. فهمنا هنا لما تنوع الفقرات وتقلدهم راح تلاحظ انه هناك ماذا، هناك اشياء راهي تكرر في اللغه الانجليزيه وهذه الفرنسيه، تكرر تراكيب كلمات لينك ووردز اكسبريشنز. فهمنا ولا لا؟ تبدا انت شعوريا تكوايريها اكتساب لهذه الكلمات والتعبير لا شعوريا، وتوظف فيها كذلك توظف فيها عمليا ولا شعوريا تكتبها في يعني في التقليد نتاعك. الفقره المقلده مثلا فقره نتاع على مثلا على البينيفيتس اوف سبورت ولا ترافل، نكتب فقره اخرى مثلا على البينيفيتس اوف مثلا ترافل ولا اوف اميجريشن. نستخدم نفس اللينك ووردز نفس التراكيب نفس بعض الكلمات اللي تعاود ياسر نعاود نوظفها عندي كيما هكذا. فهمنا ولا لا؟ راح تلقى انك بديت تبني يور اون ستراكتشر تبني الات خاصه بك. هنا اصبحت قادر انك تقلد اي فقره دينجرز اوف كذا بخاطر شيء فلاني مثلا اقسام السيارات اقسام مش عارف انايا اسباب الحروب تايبس اوف مش عارف انايا اوف بيبول مش دون ناو يعني ايكونوميك كرايس الازمه الاقتصاديه ها اكتب عليها فقره 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 تهز هنايا يعني تراكيب الستوكس الخاصه بك انت كتبت. بل الان تخش مرحله الرابعه وهي كريتيف ستيج يعني مرحله الابداع. هنا تستثمر يو انفست ذو ستركتشرز يو هاف اكوايرد فروم سامرايزين يعني من تلخيص ومن تقليد ها باش تعبر عن مواضيع واقعيه، لان راك مطالب باش تعبر عن مواضيع يعني تعكس الواقع نتاعك تعكس الافكار نتاعك تعكس your being existence يعني واقعك وانتمائك لهذا العالم. تقعد فقط في اللوف ومش عارف شيء وفريندز واخرج. فهمنا رايت؟ لانه التحدي في الكتابه ما هو؟ التحدي في الكتابه في الرايتنج وش هو؟ انك يو رايت وات از جيفن تو يو نوت وات يو لايك، يعني تكتب على موضوع يعطى لك، تعبر على موضوع واقعي الناس مهتمه به، ماهيش بالحاجه اللي تحبها. Something you like, you desire. No. You tackle, you express what's given to you, what you encounter, what you are living. Not what you like, what you want, or what you can. No. هنا challenge. Challenge تحدي انك تكتب في writing في الانجليش paragraphs ولا essays ولا compositions على كل ما يعطى لك. You have the capacity, the ability, القدرة انك تعبر عن اي شيء. ماشي تكتب على وش تحب. رايت مثلا تكتب على توحد يعني مثلا على الايفكت اوف برايس رايز تبع الاسعار ها الايكونومي هيومن ريليشنز مثلا مش عارف انا حاجه معينه هكذا سب ديزيزز ها. فهمنا؟ اذا هذه هي خاوتي يعني اربع مراحل المهمه من خلال تطوير المهارات الكتابيه. عندنا مرحله قراءه الكريه تقرا النص قدها المره وتركز في اهم يعني محتوياته ها تيك نوتس ديما تقرا تهز نوتس اكسبريشنز ووردز بروفيربس اي حاجه تكتبها عندك. مرحله تلخيص لفقرات تخيرها انتايا تلخصها تبدا تلخصها باسلوب خاص. مرحله تقليد تهز فقره وتقلدها كيما راهي تشبهها. فهمنا؟ مرحله الابداع هنايا تستثمر يعني ذيك التراكيب اللي حفظتها اللي اكتسبتها من المراحل السابقه من خلال منتوج جديد يعني ريفلكت يور اون level your own style الاسلوب نتاعك ثاني في الفينجر برينت نتاعك في الرايتين. المهم فقط عندي ثلاث ملاحظات. الرايتين يعني نتاعك تبقى تتطور ما دامك you are always reading ديما تقرا توقف القراءه ماكش الرايتين تحبس نتاعك الرايتين تحبس لازم ديما تقرا. الممارسه البراكتيس ديما تكتب غير. والامر الثالث نوت تيكين يعني ديما تقرا وتمارس ودائما راك
تيك نوتس، تهز ملاحظات مثلا اكسبريشنز جود وورد سم بروفيرب سم كوتس فهمتوا سم فوكابولري ويتش از اتراكتيف انترستين وهكذا. المهم فقط ملاحظه ثانيه، ما تروحش كلمات الشاذ هذيك باش تبين لك الوكوانت ويعني سكيلفول في اللانجويج، ابدا بالكومن ووردز كلمات شائعه وبطل بالتدريج راح تكون تفوت الكلمات يعني اللغويه القاويه هذيك الامبرسيف ووردز. يعطيكم الصحه وشكرا وبارك الله فيكم.